تكريم الطلاب الأوائل الحاصلين على المراكز الأولى في مرحلة الثانوية بوادي حضرموت بعد جهود مضنية بذلها هؤلاء في المذاكرة وسهر الليالي ومتاعبها بحثا عن المراكز المتقدمة والخوض في منافسات علمية بين الطلاب المتفوقين. نحتفي بتخرج أبنائنا لهذه الدفعة 21-22، واليوم أيضا نحتفي بالمبرزين والذين تفوقوا في خلال هذا العام المنصرم، ونحن إذ نبارك لأبنائنا المتفوقين وأيضا نبارك لأهليهم ونبارك لحضرموت كلها بهؤلاء المتفوقين الذين يعطونا أمل بأن المستقبل سوف يكون جميل بأمثال هؤلاء المميزين. شهد هذا العام استقرارا ملحوظا في العملية التربوية والتعليمية، وكذا زيادة مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات على مستوى مدارس التعليم العام. أكثر من 40 طالبا كرمتهم إدارة التربية والتعليم بوادي حضرموت الحاصلين على المراكز الأولى بعد تخطيهم مرحلة الثانوية بتفوق واقتدار. فخلف هذا التفوق العلمي يأتي دور أرباب الأسر ودعمهم الأول لأبنائهم لتحقيق المراكز المتقدمة من خلال تهيئة الظروف وتذليل الصعاب وتلبية الاحتياجات حتى يصلوا إلى تحقيق مبتغاهم. ابنتي التي فازت في المرتبة التاسعة في القسم الأدبي عن ثانوية السويري، طبعا هي خضعت لبرنامج يومي خططت له منذ بداية هذه السنة، بل هي مجتهدة في كل الأعوام السابقة. الإرادة والمثابرة وتنظيم الوقت هي من تصنع النجاحات دوما لتحقيق التفوق والوصول إلى الأهداف والتطلعات المرسومة. فمراحل التعليم طويلة أمام هؤلاء بدءا بالدراسة الجامعية وما بعدها حتى الوصول إلى المجالات التخصصية، لكنها تبقى كثير من التحديات تنتظرهم في سير دراستهم ليتجاوزوها ويتغلبوا عليها لتحقيق رؤاهم المستقبلية. ما قيمة الشيء إذا حصلت عليه من دون صعوبة، فالصعوبات تجعلك يعني في مقام ما حققته. هذا شيء جميل جدا، ونحن صراحة سعيدين في هذا اليوم، ونقول بأن الجهود ثمنت والثمار نضجت وحصدت. فتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى يدفع بهم إلى تحقيق نجاحات أكبر في مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى تشجيع بقية الطلاب إلى سلك هذا الطريق الحافل بالإنجازات وتحقيق المكاسب العلمية. فبذل الجهود ورسم الأهداف طريق نحو تحقيق الغايات. فهمي برماده، قناة سهيل، وادي حضرموت.